السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة قوية جدا لموضوع التصدير من الأوتوكاد للريفيت، يعني في بعض المشاكل هو بيبدأ يحلها. يعني لما بقول لك سبورت بيبدأ يقول لي دي الإعدادات الموجودة، فتلاقي إعدادات جاهزة ستاندرد جاهز، فتيجي هنا تقول له أنا عايز أعمل أخش في الكونفجريشن، أخش في الأوبشن اللاير، هتلاقي اللاير أوفر رايت، هتلاقي البلوك سبميشن. ممكن تدخل هنا في الكونفجريشن على سبيل المثال مثلا الموديل كاتيجوري الاسمبلي بتاعه، فتبدا تعرفه الديسيبلين، هيختار مثلا نوع ديسيبلين، الميجر جروب وهكذا، واللاير اوف الرايت. دي برضو مهمه على اساس ان انا عايز افصل السبلاي عن الريتيرن. في التصدير العادي بيبقى موضوع صعب شويه، الميكانيكال ايكوبمنت كل واحده منهم بتبدا تشوف الكومبوننت الديسيبلين الميجر جروب وهكذا، فتقدر تعمل كرييت اوف الرايت على الحاجات ديت. تقدر تيجي هنا تختار طريقة التسمية، هنا مثلا هسمي الديسيبلين الميجر جروب، المينر جروب، المينر جروب 2 ستاتس، ويظهر اللاير مكون منهم كلهم. تقدر تضيف صف آخر، تقدر تعمل رينيم للستاندرد دوت، تقدر تعمل دي جنرال اوبشن. تقدر تشوف بقى الاكسبورت سبيسز هتتعمل كبول لاين وهيبقى سمكة قد ايه، وتقدر تعمل ريموف ريفيت جرافيكس. يعني اللي انت لو انت شايف عندك بعض العيوب تقدر تظبط التصدير من الاوتوكاد من ناحيتي. يوز درونج تمبليت، تقدر تستخدم التمبليت لو انت حابب تختار تمبليت معين تشتغل عليه. تقدر تقول له انا عايز اللوكيشن تو ستور اكسبورت، تختار المكان اللي انت هتصدر فيه. اكسبورت امبورت ديليت رينيم كونفيجريشن، تقدر تصدر الاعداد ديت وتختار حاجه جديده وتغير فيها زي ما انت عايز. وهنا هتشوف الفولدر اللي انت هتصدر فيه الدي دبليو جي، ودي كومبوننت هتستخدمها ولا لا، وتقدر تقول له ستارت اكسبورت عشان